يلا انا اتكلمت. فكك فك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ايوه شايفين الاشياء الجديده اللي احنا عملناها فوق الصبح، وجبنا انواع جديده للحمام، شايفين جمالها لسه جديده ولسه نضيفه ازاي، لسه جميله ازاي. الجزء اللي في الوش ده هوت هزاز، لسه شارينه جديد، هو كده اسمه هزاز. شايفين اهي الحمامه البيضة دي خالص، والذكر بتاعها اللي احمر على ابيض، الجزء ده هو يعني على وش بيض هيبيض على طول، اسمه هزاز كده. هو بيستعرض كده ويعمل ايه يستعرض ويعمل حاجات. والجزء الثاني الاسمر ده اهو، والجزء الاسمر ده هو اسمه شطلباص اهو، واللي راجد ده هو شطلباص برضو، اللي راجده جوه ده. ايوه اللي راجده دي وزميلتها اللي فوق على الصفيحه ده. والعشه نضيفه زي فرشينها جش، ولسه نضيفه، لسه يا دوبك بيناموا بقالهم يومين ثلاثه، واول ما جينا الحمامه ده هي رجدت على طول، بدت على طول. والجزء الثاني اللي فوق الصفيحه ده هو دي زغلوله الصغيره دي، ده اللي فوق الصفيحه دهوت، ده جزء مسافات، لسه عاملينها لسه جديده العشه ازاي، لسه جديده ونضيفه ازاي. الجزء الشكلباز الاسمر الصغنن ده شباب، لسه ده قدامه شهر ويبيض. اما الهزاز دهوت، ايوه ده هو، ايوه دي ودي، ده هيبيض يعني يا بكره يا بعده. والمسافات ده هو تاخر هيبيت على طول. بنجيب له دواء تحصينات، بنجيب لهم دواء تحصينات، ونفرش لهم الصفايح، نحط لهم فيها جير، ونحط لهم فيها رماد عشان الحشرات. شايف الهزاز بيستعرض ازاي؟ بيستعرض ازاي؟ جميل الجزء الهزاز ده، اهو بيستعرض ازاي؟ شكله جميل، شكله جميل، سبحان الله على شكله. بص شكله ازاي، سبحان الله سبحان الله على شكله، لسه جايبينه جديد الجوز ده. هو بس بيتعاركوا مع بعض، وبنحط لهم غله، وبنجيب لهم غله ودور عويجه ودور ناعم وكل حاجه. دلوقتي حاطين لهم غله وميه، هي العشة لسه نضيفة ولسه عاملينها جديدة، لسه الأنواع الحمام دي جايبينها جديدة، بس إلا اللي بيضة دهيت كانت عندنا قبل كده، لكن كله جايبينه جديدة. أيوة اللي راجلة دهيت لسه جايبينها جديدة. بيقول لهم ماشي من على الصفيحة يعني. اهو بص هو النوع الهزاز دهوت الجميل اللي جايبينه جديد، شايفينه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، ازاي جميل لونه، جميل ازاي، بسم الله ما شاء الله. هاي طارت، هاي بصوا رقبتها معوجه لفوق ازاي، دخلت جوه الصفيحه، بيقول لها امشي يعني. بص هي دي الحمامة البيضة دهيت، الحمامة الهزازة دهي ودهي. ونجيب لهم دواء محصنات على طول وفيتامينات. كان عندنا حمام تاني ياما كتير قاعد يطير ويهرب مننا كده، هو دبحناه ما فاضلش، ده لسه جايبين جديد بقى عشان نربه من اول وجديد. لسه بدأنا نربوا الحمام بأربع تجواز، دومت أربع تجواز، لسه بقى إيه ربنا يسهل، هنجيبوا تاني جوزين كمان ولا كده هوت. وشايفين العشة وجمالها،
والصفايحه دي. ايوه صور الهزاز ده جميل جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد.